أخبار غريبة وسريعة. زيارة وزير الخارجية المغربية السيد ناصر بوريطة إلى القاهرة اليوم، وهذه رسالة واضحة وجلية إلى آخرين. صلى على الحبيب. طبعا إحنا سمعنا اليومين اللي فاتوا دهميات الدنيا مقلوبة، وكل ما افتح الفيس تيك توك ولا وسائل التواصل ألاقي مرشات عسكرية ومقارنة بين الجيش المصري والجيش المغربي، والمصريين عملوا والمغاربة عملوا، واللي بيشحن باقة ب10 جنيه ويجي عامل بطل فيها، واللي بيشحن كارت ب10 دراهم ومن ورا الشاشة ويقعد يقول لك دي حرب الرمال، ده وهو أصلا ما كانش أصلا موجود ولا يعرف إيه حرب الرمال ولا كانت فين ولا مين اللي عمل يعني. مهم حد فتنة رهيبة جدا طلعت في المرحلة اللي فاتت بين مصر والمغرب، كل الناس تبعت لي يا فلاح انت بتكلمش ليه، انت ما تقولش ايه اللي بيحصل دوات، وشوف المغرب عملت ايه وشوف مصر عملت ايه. اميتوا الباطلة بالسكوت عنه، لما تلاقي باطل ما تتكلمش، تتجنب، تميت الباطل بالسكوت عنه، مش تتكلم فيه وتصنع انت وتكون جزء من هذه الفتنة. فطلعت فتنة في اليومين اللي فاتوا، المغرب ومصر ومرشات والجيش ومش عارف ايه، واحنا عملنا واحنا سوينا. النهاردة طبعا انا ما ردتش ليه، لان اعتبرت ان هذه باطل وهذا فتنة. ليه؟ لان الناس مش عارفة ان علاقة مصر والمغرب هذه من سنة 23 قبل الميلاد، تعرفش من ايام حرب حطين و73 وعلاقات تاريخيه وايام نابليون بونابرت وعائلات مصريه وجاليات في مصر. حتى انا نزلت فيديو عن العائلات المغربيه في مصر، وقلت سيدي احمد البدوي مغربي، وسيدي المرسي ابو العباس مغربي، وسيدي عبد الرحيم الجناوي مغربي، وسيدي الحسن الشاذلي مغربي، ومدفونين في مصر، وفي عائلات مصر مغربيه في مصر والمراكشي وغيره وبالسوده كتير جدا موجودين في مصر. فالعلاقات المصرية المغربية علاقات متينة جدا لا تهز هذه الأشياء. من حق المغرب أن هو يبني علاقاته مع أي دول، وخاصة دول العمق الأفريقي. ليه؟ ليه يا أولاد؟ لأن الدول الأفريقية هي الدول أكثر دول في العالم معترفة بجبهة البلوزاريو، وأثيوبيا أيضا أو من أوائل الدول في العالم التي اعترفت بالبلوزاريو سنة 1979. يعني البلوزاريو اتعمل 75 76، أثيوبيا اعترفت بها سنة 79. يعني من حق المغرب أن يحاول أن يعمل علاقات اقتصادية وسياسية ومع هذه الدول، ليحاول سحب لأن هي القضية الأم بالنسبة للمغرب هي قضية الصحراء المغربية. أنت رحت سبت القضية بتاعت الصحراء ورحت تقول لي مصر والمغرب ومش عارف، وتعمل دور البطل ودور الفاهم. معنى كده أن الدول تقيل وزراء الخارجية، ما يكونش في وزراء خارجية، خلاص تخلي وزراء الخارجية هم في تيك توك، الناس بتوع التيك توك والناس اللي فاهمين، الناس بتوع اللايفات اللي هم ايه، تفتح اللايف تلاقي 20 تلاقي 6 8 طالعين في اللايف، وعدد الناس اللي موجوده فوق هم 8 او 5 في شغل، قاعدين يحكوا مع بعضهم وينظروا وبتاع، ومصر انت فاكر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويزرعون الفتنه ما بين الدول. يعني الدول تقيل وزراء الخارجيه وتخلي وزراء الخارجيه الناس بتاع تيك توك والناس بتاع وسائل التواصل، خلاص مش عايزين وزراء خارجيه ما دام احنا عندنا هذه العبقريه وهذه الدماغ اللي زي البلالنط، الدماغ لما طلعت العيال اللي فاهمه كل حاجه، اللي فاهمه الزتونه اللي متجيب لنا النضاح اللي في الزير وعارفه القصه والحدوته فين، خلاص بقى مش عايزين وزراء خارجيه، هم يكونوا وزراء خارجيه ويحددوا مصير الدول. فالنهارده كان في زياره مهمه جدا لوزير الخارجيه المغربي السيد ناصر بوريطه الى القاهره، والتقى نظيره المصري في مباحثات مصريه مغربيه هامه جدا ليؤكد على عمق العلاقات المصريه المغربيه، وان هذه العلاقات لا تتاثر بهذا الكلام الذي ليس له اي اساس من الصحه، وهذه الفئه المعينه اللي هي عايزه تعمل فتنه ما بين مصر والمغرب وتولع مش عارف فيها وتقول لك مصر قالت والمغرب قالت والناس منساقه. الغريبه الناس منساقه وراء هذا الامر. يا اخي ما فكرتش يا اخي الشمس لو غربت في مصر شرقت في المغرب، لو غربت في المغرب شرقت في مصر. مصر والمغرب جيران الروح، يعني من 23 قبل الميلاد علاقه مصريه مغربيه متينه جدا، فيها علاقه وفيها دم وفيها صهر وفيها نسب وفيها ثقافه وفيها تاريخ وعلاقه روحيه وعلاقه تاريخيه وعلاقه اقتصاديه. فجاه كده تجي طالما وزير رئيس الاركان الاثيوبي زار المغرب، طب ما يزور المغرب، ما يعملوا اسمده ب 3.5 مليار. طالما لم يصدر اي تصريح رسمي من الدوله دي او من الدوله دي احنا نسكت، ما نتكلمش، ما نحللش، ما نخترعش، ما انا قاعد انا مش فاهم حاجه. طب استنى لما يطلع، طلع التصريح الرسمي اهو اللي قاعد يقول لك مصر، طب اهو وزير الخارجيه ناصر بوريطه في مصر وبيلتقي بوزير الخارجيه المصري، شكلك انت عامل ازاي دلوقتي وانت عم بتجيب لي مرشات عسكريه وبتقارن بين الجيش المصري والمغربي، شكلك عامل ازاي لما قاعد تنبش في الماضي وتقول لحرب الرمال واحنا اصرنا فلان واصرنا علان وهذه الخزعبلات، شكلك عامل ازاي انت دلوقتي. شوف الدول تبني علاقاتها بناء على مصالح شعوبها، مش بناء على عاطفه، دي مش واحده زعلانه في بيت ابوها رايحين احنا نصالحها، لا دي دول لها سيادتها. يعني انا لما اتكلم اقول موقف المغربي، انا بتدخل في موقف المغربي، لما اتكلم اقول موقف عامل ازاي المغرب راح عمل مش عارف،
انا بتدخل في السياسه الداخليه للمغرب، لما اقول مصر ازاي عملت مش عارف ايه بتدخل في السياسه الداخليه لمصر. طب انا مين ولا انت مين ولا احنا مين كاملين؟ دي دول لها انظمه، دول فيها وزراء فيها سفراء وزير خارجيه، ناس فاهمه، ناس بتاخد الناس بتاخد قراراتها بناء على معلومات موجوده قدامها، وبناء على تطلعات شعوبها، وبناء على قضاياها الاساسيه المهمه جدا، وبناء على الاستراتيجيه اللي هي بتتبناها كل دوله في كل مرحله. فيا ولاد يا ولاد وحشومه قاعد هذا الزنبليطه اللي حصلت على ايه، على الفرج، على كلام فاضي، كل ده عشان تطلع الكونت بتاعك، كل ده عشان انت تبقى بطل من ورا بتاعه، ولا انت عارف حاجه ولا عارف حتى الصحراء المغربيه دي فين، وانت في مصر بتتكلم عن المغرب ما تعرفش حتى طنجه فين ولا تطوان فين ولا العرايش فين، ولا عمرك جيت المغرب بتتكلم عن المغرب، وانت كمان في المغرب بتتكلم على مصر، انت كل اللي تسال مصر ايه اللي من المغرب يقول لك انا فاكر الجون بتاع مصطفى حجي كده، ده اللي انا فاكره، انت تسال المغرب يقول لك انا فاكر الجون بتاع الكهرباء، ادي اللي احنا فاكرينه، انما علاقات وتاريخ وثقافه واقتصاد وايه وايه والكلام ده كله، احنا بناخد بس من السوشيال ميديا. يا جماعه لا تاخذ معلومه من السوشيال ميديا، لا تاخذ معلومه حقيقيه من السوشيال ميديا، انتظر المصادر، انتظر المصادر اللي بتديك المعلومه، المصادر الموثقه، المصادر المؤكده. مصر والمغرب يا جماعه جيران الروح من سنه 23 قبل الميلاد، وتحياتي الى المغاربه، المغاربه الادارسه المرابطين الموحدين المرينيين الوطسيين العلويين السعديين والمغاربه من طنجه للجويره، جيران الروح، تحياتي لكم جميعا من واتهلا في راسك الخوا، اتهلا في راسك الخوا وبركه من دك الشيء وشكرا.